الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم. أما بعد، باب كيف اللباتنات، باب بر أصدقاء الأب، باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. أي هذا باب بر أصدقاء الأب، أبها صاحب بدي إن لا سمفر لو ناجيه، إيو الأم إيو أصدقاء الأم هويو أصحاب تيدا إي صاحب بدي إن لو ناجيه، إيو الأقارب حكتو إي حقالو أصدقاء دوذا إي أصحاب تودا إن لو ناجية إيو الزوجة، وبر أصدقاء الزوجة حاسك أصحاب تيذا إن لو ناجية، وسائر من يندب إكرامه إيو بر أما وبر وباب كاسكو إضافة وبر سائر من يندب إكرامه إيو عد والباء والله السنة إن لو ناجية وإنت كسو هارتي سمفركو ذو بابيه. wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo inta qof ee meesha lagu sheegay oo aabba ugu horreeyay hooyo ugu horreeyaan iyo xigaaladii iyo in alla intii ilaahay hala wanaajiye uu yiri wanaajintoodaas dadka ay asxaabta la ahayn in la wanaajiyo ayuu u baabiyahay. Yacni in aabba oo kale asxaab buu lahaa, asdiquu lahaa, hooyo kale dad asdiqaa iyo dad ay lasoo kortay baa jira, أقاربتي وكالا ذاتك أديك ولا لها أصحاب بيليهين زوجة أصحاب بيليهين ذاتك أس هدي أي نولينا دي أي دنتان با ذاتك أس أصدقاء الله ذاتك أديك كحيقة إلا وناجي وبابيه. وحديثك كواد أهنا حديثك سدح بقول أفرتني يكوي كتابك عن ابن عمر رضي الله عنهما إسي أبيه بالله كرادة نغذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وريه إنه نبيه قال يري إن أبر البر عن ابن عمر وحل قوي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنو يري إن أبر البر وناك كان أغو ناك سن سمفل كان أغو سرايا قفك أولي ماذا يوحوها أن يصل الرجل قفك إنو حريريو ود أبيه أبيه دكي أجعلا أباها هدي ما أنت أن الجوجين أو دنتي، لكن ضد بأجري أصحاب لها ومالكو سوى ذكورين وحوى ذبرتين وذدقمين عيش ميلح أهايين ضدك أباها وي كقدم بيه نلاشا قال الله سوكالين أترادسيت أباها البو حريرين جري أباها البو صاحب لأهان جري أباها يساقى مركا ناركتي ميل وذدقنا إيو هولا سيدا سوكالا وحيكم التوحي أباها بري لأن أباها دو جوغي لها وحريري لها دو أغادان وكو فرحي لها. إذن وحي كمي تهي وحي أباها والد كاللغو حسو حسيتان قريق كليا ما إن صدق الله بحديد حسيد كليا ما إن أدمال أدولي ما سميسيد ماها وحي كلا أباها كو حسي كرتا إنو ددكي معرفتا يهايان أصدقاء يهايان رنتي أي مالكو سوى ذكران أما أي أصحابت وذا هنجرين وذا شيكي سنجرين إن أتراديسيد waxay ka mid tahay birri ku jirta. Xadiidka labaad ahna 342 an Cabdillaahi bin Diinaar waxaa laga wariyay an Cabdillaahi bin Cumar oo ka wariyay radiyallahu anhuma isaga abihi ba Allah ka raadi noqdeen anna rajulan min al-Arabi anna rajulan min al-Arabi in Raymiya ayaa laqiyahu bi tariiqin kula kulmay ama bi tariiqi makkata makka wadadeedii kula kulmay bimacna ibn Cumar baa waxa ula kulmay nin reemiya halka lagu kulmayna wadada maka fasallama alayhi abdullah ibn umar abdullah ibn umar ninki markuu arkay reemiga ah abu salaam wa hamalahu ala himarin kan yarkabu kadibna wuxuu ku xambaaray oo ku qaaday dameer oo markaa gaadiid uu ka dhiganeeyay wa ataahu imamatan imamatan wasiye kanat ala raasi madaxa usaray qala min dinaba markuu xir faqul la lahu wa han kunri aslahak allah الله كو حقاجيه إنه العرب وضدك كان عداد وحسيسي ورمي وهم يرضون باليسير إن يربانا كفلا كرميقة
sida reer magaalka oo kale uma ma aragtay han weyna oo mimacna uma baahi badna ah in yar baa ku filnayd, maaha dad ma aragtay hanqaltaag badan uu ku jira ah, war in yar baad ku filnayd, maxaad cimaamadan u bixisay? Marka waxaa ka muuqata cimaamadu inay ahayd cimaamad runtii isna u baahnaa madaxana u saarayd. Faqaala cabdullah bn cumar, markaasuu wuxuu yidhi ina aba haada, wuxuu yidhi ninka kan hataa waxa aan siiyey aabihi, kaana wuddan licumara, waxay isjeclaayeen oo saaxiibo ahaayeen oo waday wada ahaayeen cumar bn khataab. Cumar bn khataab baa dhalin cabdullah bn cumar, wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ninkan aabihi iyo aabahay baa waday ahaa radia allahu anhuma. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول كان مقلو يقول له إن أبر البر سمفل وحاوناكسا صلة الرجل أهل ود أبيه قفك إنو حريريو أبيه دتك أجعل أهل كيس أبيه دتك أجعل أهل كيس حديثي وهدنا أهل مركا نوغو صدر ابن عمر. إذن صومالي وذي بيد هذا أدمودي كلمة إني ودي كاتمت wowga iyo daalka inay kelmad meesha ay ka timid, waana wadayna waa qofda nolol aad asxaabtihiin ood isjecelshihiin ood isu warantaanoo wax badan ka dhexeey. Haddaba cumna cumar radiallahu anhu ardaahu, ninkii markuu arkay adoo gaari wata oo qof aabaha ay saaxiibo ahaan jireen, markaa wadadii ka qaaday oo wixii aad haysato gaariga kugu jiro muhiim ahaad adugu jeclaa jaakadka u bixisayaa moobeelka siisaya shilimaad u tuurtaya, kadibna aad tiri may wax kale maahan ninkan aabihii iyo aabahay baa sidaa ahaa. Halkaas arag bahasha meesha oo markaa laga shinsanay arag. Idan taana waxay ka mid tahay waxyaabaha lanagaga baahan yahay qofka walwaa markuu niyadi uu geliyo, niyadi uu ka dhigo in ay tahay waxa ilaahay subxaana watacaala loogu dhowaanay ajirbu qofka ka helaya. Waxaa kaloo kelmad ku jirta ah aslaxaka allah, waa kelmad runtii la adeegsado, yacni bimacnaa waa qofkinaad u ducaysay. Alfaada luqada carabiga ee kelimaadka la adeegsaday inay meeshooda dhacaan waa muhiim, waxayna ku xiran tahay usluubka ninka carabiga ina qofku u fahmi karo. Yani mathalan marka khalad uu tabanay saamaxaka allah baa qofka laga hormariya. Khalad marka saamaxaka allah ku saamixe maxaasa u samaysa qofku? Marku qof ku caroodana wuxuu le alla yahdiik, xoogaa ilan caryaraa jirta. Marka wax ka khaldamaanaad aragtin aslaxaka allah, markaad yaabtidna subxaana allah allah. Markii qofka ay musiiba ay timaadaan inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, wax aad u babac dhigi karin markaad aragtin walaa xawla walaa quwata illaa billah baa la adeegsada. Laakiin annaga soomaalida markaan yaabna inna lillahi wa inna ilayhi gacantu saaranay madaxa inuu yaabaye, inna lillahi looma adeegsada meeshaas. Waxaa loo adeegsada waa sax, waa kelima saxa, oo marba inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waa sax. Laakiin halkaas ninka carabka markii uu maqlo usluubka wuxuu isleeyahay maxaa dhacay, yaa dhintay? Faajaca markay dhacdo, musiiba dhacdo, geeri dhacdo, unbaa la adeegsaday inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Marka maqaamba kelimadu maqaam bay leedahay, waana muhiim in dadka luqadda iska lehsay u adeegsadaan inaad u adeegsatay iyadana meesha ay ku jirtaa. Alfaad baa jirta, mathalan markuu rabo ninka carabka inuu kuu sheego wax xoogaa aan afka soo qaban karin, mathalan waxbuu ka hadlayaa ay buu sheegayaa, najaas buu sheegayaa, wuxuu ka bilaabayaa akramaka allah, ama wuxuu kuleeya xaasha saamic, dhagahaaga maaha inaan ku maqashiyo, maaha wax nin weyn loogu maha maaha, ma meeshaas ka dhihila adigu soomaaliga, akramaka allah buu ka bilaabay, ama xaasha saamic. Kelmadahaas oo kale waa kelmada munaasiba marka qofka la hadlaysa, laakiin haddaa meel walba inna lillahi wa inaa raajicuun aad ku tuurtid oo ninkii aad ka nixisid maaha. Wa fii riwaayatin waxaa ku soo oran can ibni dinaarin عن ابن عمر وكوري أنه كان إذا خرج إلى مكة وحوها مركو مكة آذيو كان له حمار ضمير بولهايو يتروح عليه وكسكو كمشوار يستو ملكو آذو إذا مل ركوب الراحلة مركو كدالو إنو مركا الراحلة دي سي أوفولو مركا ضمير كاوسكا كحسن جيل وعمامة نولها عمامة داسو يشد بها رأسا مدح كحرتو فبين رواية دي هدو بين وفا سيريسا فبين هو يوما على ذلك الحمار ما لما ما هكمل سوى الضمير كا قاديد كالي قانايا إذ مر به أعرابي من رمية يا صومر فقال يحر ألست ابن فلان ألست ابن فلان ابن فلان ميادا نهين هبل هبل ميادا نهين
يعني معنى وحو ربا إنو يرادو آبيه ومركا مركيبا وطيرين يا هبل هبل ميادنا يا. قال بلى مركا سير ها فأعطاه الحمار مركا استمركي قادير فقال اركب هذا مركا سير فول وأعطاه العمامة عمامة ذي الرعية وقال اشدد بها رأسك وفي المدحة كحر. فقال له بعض أصحابه ابن عمر أصحابتي لجوا اكتبع حير هذين غفر الله لك إله الدنبقى هذا فئة أعطيت هذا الحمار العربية حمارا من كان ريميغا وحاسي ستمير باسي سو كنت تروح عليه آد كسع جرتي وعمامة النواسي سو كنت تشد بها رأسك ومدح آد كحر جرتي الله سوق درتي. فقال يحيرنا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله رسول الله مقلو يقول له إن من أبر البر سمفل وحا وناكسا أن يصل الرجل قفك إنو حريريو ود أبيه أبيه دتك أجعلا وذي قوذاها أما وذي لأها بعد أن يولي مركو لنتكدب أبا مركو لنتكدب يولي وحا وناكسا إن سيد الله سمعي مركو وإن أباه بمرك نين كان هذا وحا أن سيود ليا بنته إن أبيه كان صديقا لعمر عمر بو صاحب لها رضي الله عنه. روى هذه روايات كلها روايات كاسو لم وحاوري مسلم أي روى مسلم هذه الروايات كلها تي هرا محي نوت المانتي إن عمامة أنسيي وحمار كان ويربل إلى صوفه لالك كان هل كانوا حكم مقاطع روايات إنه أنتم سقوط دراي كدبنا أيو أركان حوالا إنه كبت بديئه وإن غفر الله لك هل كي أي أصلحك الله رواية أهي إيضانا إذن واحد كم من توحيابها أساليب تلا أذيك سيدي كم من تهي مركعة استراحة قفكو خلدم غفر الله لك أصلحك الله هاي كم من أساليب تلا أذيك سيدي حديثك صدحات بابك عن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين همزة أول قدو أو يسين تولو كرد أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال وحيري بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لمن ما كم إذا إنه رسول كأكتي سفر لنا إذ جاءه رجل من بني سلمة وحاوي من الرئيب بني سلمة أي أؤيمت فقال وحيري يا رسول الله رسول الله هل بقي من بري من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما رسول الله لبني ذا والد سمفل كي لي فري آه إن أون سمفلو مركي دنتين كدن بو وليوح مهر سيه يعني وي دنتين مر هداي دنتين ده مركو هرانا وحان أمرنا إن أن يجي وناجي أون سمفلا صوما هدا جيريدو ده كدب مجرا وح إي هرسن وأن يجي أو سمفالي كرو أما بارق قلنا قن كرو فقال وحير نعم ها الصلاة عليهما إن أدود عيسي والاستغفار لهما إن إله دمداف ويديست دمداف ويديست وإنقاذ عهدهم وإنفاذ عهدهما من بعدهما إيو يا كذا شوط بلاميه أي كتجين إن أد أوفيست هدينا هبل أنت هلا سيو معركة مسجد لعكتا أنا كتج هلك هلا وديسو وصيادة قدر دارا كهل أوفي إن أد فلسيت وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما إيو إن لا حريريو قرابة إياه وأن لغو حريريو إياه مويانا سيكا لكو حريري سامي كارين يعني معنا سيلا ضوء محايا إلا أبا ضدبو لطنا الشيء ضدبار للاي إنت وإن لا حريريو إيو إكرام صديقهما إيا إن لما موسو أولا شرف أولا كراميو أصحاب تودنا إن لا كراميو تاسو النبي صلى الله عليه وسلم أنا نقول لك صومالي وما لها مثنى ما لها إن لكرم ما أنا وأنا لقوا البابا مركا لك الربي عربي بقوم بقى إسكالي إكرامهما إعطاؤهما برهما عربي بقوم بقى دقوا ما نسا ألقى اللقاء ده بن مركا عربي لك أتقو مركا مثنى للشيء كبيد أوباني بوث للرعي بوض للرعي اللباد للرعي لكل يدمي إستاقي كرتي وحي لميد هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حوت المامي معناها صوت المامي صلوات ربي وسلام عليه ألقى مركا وحال لك قاتي نينك الرئيب بني سلام أعطانا ما يسوى حكم مقطع نينك وحال الشيء غير كيسا الشيء وحنا كما جبنا وضدكو تعريف بيوهان جرت تارجي ويهان جرت اللي سكو كرتو باجة مركا أي سكة لا أي أسعطو أم بالدي دي ما هانا نينك الرئيب لها ينقفوا يرى وحبا كما جبنا
ama adigu minbarka saarno ama darsi aqri ama muxaadaro ku jira ama dad la hadal qofka in reerkiisa la sheegay in magaciisa la sheegay waxay kala duwan markaa maalaha tacriif marka ay tahayna iyadana waxba kuma jabna. Ninka ayaa nebiga u yimid markaasuu weydiiyey su-aashaana maxaan u qaban karaa halkaa dhihi lahad maxaan maanta u samayn karaa, kadibna jawaabtu ay sidaa noqoto. Xadiidka afaraad can caishata radia allahu canha qaalad waxay tiri maa girtu calaa axadin min nisaai nabiyi sal allahu alayhi wasalam maa girtu calaa khadiijata radia allahu canha, waxay tiri weligay ugama masayrin ugamana hinaasoon dumarka nebiga sal allahu alayhi wasalam uu qabo sida aan khadiija uga hinaasooday ama uga masayray. أد بان وقام سيسانا ديري بيت وما رأيتها قط ولقينا ما أركن نبا أركن بولي لكن أد بان وقام حين سون جري ولكن كان يكثر ذكرها وحكى لنا ما هاينة نبي قشيك شيقي ديدو بدين جري خبيج كشيكين جري وربما واحد يعجرته ذبح الشاتة إنو ريق ورعوه ثم يقطعها أعضاء كدمنا إنو ساو جرجرأو هلبكي رذا وحمن حمن إنتو أجرأو ثم يبعثها في صدائق خديجة تكدمنا وأدرى ويرادو خديجة أصحابتي ذا اللوك هي بعد إجرت. فربما قلت له حد إجرتين أن نرقى ركيبة وقل جواب عنده كأن لم يكن في الدنيا إلى خديجة الدنيا أنا خديجة أمي وحد لما خديجة كسوكة رسول الله مركة بهاش أي قارته مصير إناسا مركة قارته وصحابية يرسول قال الله ما شمطان. فيقول مركة رسول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد او سداب اهيد او سداب اهيد الهي ولد بيغسي اسنا صلوات ربي وسلام عليه سي في جيد وشيغي وحاول مقريني صلوات ربي وسلام عليه متفق عليه. الضبا عائشة وحلادة اد بان رنتي ودي بسنجري والنبي وشك شاي خديجة اد نوان وقام سيري جري مانا اصامرين الان هوان كلا جري او اي لانو لا يدو اس اركين كواس يموغدا يسيدان خديجة وقام سير جي اسم الله يبيتر مانا أركي ولقي وحكا لنا ماها نبي قوحو حيني ننجري أصحابتي خديجة إلان صديقات بايلا هايد تد بايلا هايد ناف انتو قورع وهليب كودير جري إلان نونقا كيبا جواب تدين نقطة كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة وحد نودا الدنيا لنبا خديجة ومبا كجوك تميا مركب سوسنا بحو جري صابا هايد إلان صابا إلان حكوة وقفتي يقوه الرئيسي الرميسي غار حرام مركان يمد كيم القف كي وردبت وفريسي قفتي اتيني الله لن يخزيك الله ابدا انك تصل الرحم وتحمل الكل وتطعمها وتكسب المعدوم وتكسب المعدوم واتي انت اي تري وحاصدم وكان لي منها ولد الى هنا ولد ويقسي متفق على. وفي روايه محاكس اورور وان كان ليذبح الشاه وحدي جرتين ريق ورعوه فيهدي في خلائلها منها ما يسع ما يسعهن واصحابتي وقيبيو وحل وحي قاري كرا. وفي رواية محاكس عرارة دانا كان إذا ذبح الشاه مركو رضا وقورع يقول كيدها أصدقوا بها أو أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة أدر خديجة أصحابتها أدر. وفي رواية محاكس عرارة قالت إن يترين استأذنت هالة بنت خويلد خويلد وحد عضي هالة بنت خويلد با او اهيد اخت خديجه خديجه ولا شيد النبي صلى الله عليه وسلم شدي اهيد ايا وحي كاذا دلبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سو قدي كرا باي اذن بويدست فعرف استئذان خديجه النبي صلى الله عليه وسلم وحو قرتي خديجه يعني معنى اذا دلب كيد اذا ووضع دشانه فارتاح لذلك ارن كاب النبي صلى الله عليه وسلم وحو دريمي أرنك وسي مركا ورياقي فقال مركا سير اللهم هالة بنت خويلد وابا هالة بنت خويلد قولها مركا فارتاح بالحاء وفي الجمع بين الصحيحين الحميدين فارتاع بمعنى اهتم بها لفظ كلو حاجر ارتاع اهتم بها يعني سيب وحي سيو كلا إنه وضع عشان خديجة وكسو حصوص النبي صلى الله عليه وسلم هالة مركا هل ليس تانا وايد عدوي مركا انت النبي اسكت دكتيد بل اسكت ضي مركي لو وقف صدقنا دهدي ثاني سانة هيد اسكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهيب ديوسولها صلى الله عليه وسلم
wuxuu doonan uu dhihi karay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, si kasta ay dumarku u hinaasan badan yahay. Haddana nabiga sal sl laga heybaysan jiray, laakin adiga haddaad dhahday hebla ilmay i dhashay inta ahayd adigu maxaad shalaa timid, waxaa ku yaqan waa garan doontaa. Marka halkan markaad joogtin waaba lagu bixin doonaaba. Marka howlahaaba ha isku gelin. Tanu nabiga sal alay slam kaga dayana intaad dhahdid yaan beerka laga xashirin. Marka iska soo gaabi hadalka, marka howlahanu kale ku qabsadaan. xadiidka 345 xadiidka shanaada can anas ibni malik radia allahu anhu qaala, wuxuu yidhi kharajtu maca jariir ibni cabdillahi albajali, baan la baxay radia allahu anhu fii safar, safar baan u raacay buyi, fa kaana yakhdumunii, uu ii khidmayn jiray. faqultu la, waxaan la tafcal, ha samaynaniyo, maya iga daa, yani xoogaa uu dhibsaday. faqaala, wuxuu yidhi inii qad raaytu alansaara tasnacu birasuulillahi sal alay wasalam shay-an aalaytu calaa nafsi anla asxaba axada minhu ila khadamtu, waxaan ansaar ku arkay in ay nebiga u sameynayaan shay oo aanina dhaar ku galay oo aan ballan ku qaaday haddii cid ansaar ka midi aan safar la galay ina inaan sidaa ugu khidmeeyo, taasaan goostay buu yiri. mutafaqun caleyh, bimacnaa halkaasuu ka shisan wanaaggaa aad samayseen baa ana rabaa buu yiri inaan marka idin gudo. marka xadiidan aad arkaysid hadda dhowrka xadiida ilaa iyo intan xadiida, runtii hal baab cajaa'ibtooda imaam annawwi kusoo arooriyey xadiid xadiid ka dhacna ma laha. waxay isugu jiraan mutafaq iyo bukhaari iyo muslim bay isugu jiraan, intana waxaa layna barayaa wanaagga. marka iyadoo maanta laga fakarayo inuu islaamku uu jugrafiyan uu dhaafo, yacni arag annaga waxaan ka fakarnaa un keliya aniga kan wada dhalannay, aniga kan imaadeerka nahay, aniga iyo ma aragta inta isku jifaha nahay, aniga intaasi ummaddu ka fakaraan. diinduna waxay rabtaa inay ku gaarsiiso meel weyn, umma wa ana hadihi umma wa ina hadihi umma ummatukum ummatan waaxida, umma laga hadlayo. marka markii qofka uu kii aabihii intuu dhaafo, aabihii awowihii asxaabtiisa asxaabta iduu asxaab lahaa uu raadiyo, hooyadii ayadii cidda asxaab lahayd marka uu raadiyo, adduunku wuu sii socon. waan waxa islaamku waa ma aragtay jiridiisu aada bay u ballaaran tahay, caleemihiisuna aada bay u baahsan yihiin, meel kastana qofku inuu la gaari karto, meel kastoo kelimatu laa ilaaha ila allahu ay ka jirtaa, yani runtii ajir weyn baa laga helaya. hadda ilmahaaga haddaad awlaadooda raadisid oo adiga waxa asxaabtaada ay raadiyaan, qofku wuxuu helayaa yani ma aragtay waxaa kuusoo baxaysa ummad aada u sal ballaaran baa kuusoo baxaysa. laakiin markastoo qofku isnaba uu iskuuskuuso uu squeezing isku sameeyo, afar ruux oo isaga iqaan iyo deegaankiisa isku kooban, waa halku isdhiga weyn. marka laandheernimada laguu sheegay waa tan oo kale, adoo ilaah intii ilaahay laa ilaha illa muxamadu rasuulullah meel kasta oo mid walbaba iyagoo leh jigraafiyan meel kasta ay kuu degan yihiin, inaad halka ilaahay kuu baahay u baahdid oo cid walbaba aad la qabsatid, intaa waa inta islaamka u baahan yahay. waxaana ka fahmaynaa darsi culus baa halkaa ku jira oo ilaahay subxaana watacaala weydiisanay inuu markaa nagu anfaco. baabu ikraami ahli beyti rasuuli illahi sal alayh wasalam wa bayaani fadlihim, wuxuu u baab yahay nebi maxamed sal alayh wasalam ahlu beytkiisa in la ikraamo, fadligoodana la caddeeyo. dabcan nebiga sal ahlu beyt buu leeyahay, halka ay shiicada la tageenna maaha dad gaara oo faraku tirisa oo dhabarka dharbaaxa oo iyagu un ay calaamadaysteen maaha, waa aalu beyti nabiyi sal alay wasalam. qaala allahu tacaala, ilahi wuxuu inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti wayutahirakum tatyiira, ilahi wuxuu rabaa inuu rifsiga idinkala tago oo idinka tagsiyo ahlu beyti, ay ahla albeyti ya ahla albeyt, una idin tahiro. ilah dana wuxuu waman yucadim shacaa'ir allahi fa innaha min taqwa alquluub, qofkii weyneeyo ilaahay shacaa'irtiisa ay shacaa'iru diinillah, calaamaatu diinillah, waxa lagu garsado lagu garto waxyaabaha asteynaya. qofkii weyneeya asteeyayaasha ilaahay caaganayaashiisa wax alla wixii xurmad leh taa waa taqwa alquluub, alla ka cabsiga rasmiga halkaa wey. xadiidka 346 can yaziidi min xayaan qaala, wuxuu yidhi intalaqtu ana wa xusayninu sabra, aniga iyo ninkan xusayn ibnu sabra kow iyo camru lmuslimu laba, waa saddex nin marka dogow, intalaqtu waan dhaqaaqay ana anigoo kowa, waa ninkee magaciyo ninka ana leh, wa yaziid
ابن حيان. وحسين بن صبرة، حسين ابن صبرة لبو. وعمر بن مسلم سدح، سدح لبو صلاح الكي آدين إلى زيد ابن أرقم بيتجان رضي الله عنه بي آدين سدح نمبا وضا صعدة وحي بوقش أقول تجان زيد بن أرقم وحق قصة إنه ورينية يزيد يمن حيان. فلما جلسنا إليه يزيد بروح له مركان الله فارس أن زيد بن أرقم قال له حسين، حسين بروح كيري لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، وزيد خير فربضا بالله كلنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول كاد أركتي وسمعت حديثه وهذا الكيسان مقشي وغزوت معه ولا الدوشي وصليت خلفه وكدبت تكتي يا كاري كرا نن بمعنى هذا هي خير رن كوجيه اتصال تاسي خير لو اركي جري النبي قاعد لفريستي اوف لفريس النبي الله شيكيستي وهذا الكيس مقلي وكتب تكدي ولا جهادي قف يا قلي كرا تيب مركه وحيدين وحي جمانيا مركه خير كان نعمدا وزيد مركه كل حجري جري لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا هذا نو يسعدين زيدو خير فربضا بالله كلنتي إيه حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ناقا ورن وحات رسولك كم قش نكا واحد هاي رسولك اللجوغة وجانس كافر صدى ذهبك هري بعد هاي ده رسولك واحد كلا كل انت النوشي قالوا حري يمن أخي أذيرو يعني والله الكويلكي أذيرو والله لقد كبرت أو كبرت سني لقد كبر سني دأذي ويويناتي وقدوا معهدي وقت ونو إلى فقاذي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقار كم يدو حيابي النبي كوي لي كحب ديني وان هالمامة يعني ميهن انكي دان يرضى هاي وحصوص تيسو اي تام كاهد ميهن ما انتنا الدأو بانا هاي دأذي دانو هالكا بيسي هالكا سي مريسا وحيابي رسول وحيابي عن رسول كم قلان وحبان إلا ويبولي فما حدثكم فاقبلوا وحي عن نيشي اغانا هوا يرى ذي قاتا وما لا هدانا نحي ذي شيء فلا تكلفوني هي وكلفنا وحان الحسوسا صح حسوسا هي دي هنا يعني كان طبعا مركب سي وانا اكسن بقول اهلا ويحيرد امو مر هدان داء ننجيرو قف مركب داء ذلف وقاتان حسوس تو اسي يرى تاي انت ان حسوسان اذي شيء وحان الحسوسان وحاهي وكلفنا هي ويديننا. ثم قال مركب سعيل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يا استاغي يوما مال بوفينا خطيبا ان دح استاغي يسوي خطبتين بماء اي بمكان فيه ماء مال بيله يدعى خما بين الماء بين مكه والمدينه ماشا سنوح لكم مغابه خم بالكم مغابه وهي نو دحيسي مكه المدينه خم طبعا وهلك اي جحفوي افكم مركه مكه صلابته مركو جحفكو بيغن هي منطقه دا يا خمله دا وانا ركتن ددك ما انت طبعا هاد انك سو ترين يو هولا لا غلي لكن مركه باسسك اي باورت اي لو بخايو قف مركه او كسولابن ميشا ودادا او مريو جحفكو بيغن خمله دا مركه النبي كان ما هلكاسو نغو نو خطبدي ميشا ميل بيل هبا هي خمبه لديه جير مكه المدينه ودحيسا وخذ بدايو فحمد الله إله بمه النقي وأثنى عليه أون أمانة ووعظ أون معديه وذكر وذكر من الله وذكر وذكرنا الله عز وجل إله بن حسوسيوي. ثم قال مركز الأمة بعد مركي نبي صلى الله عليه وسلم تسوس إله بايري كباب الله بجرين إله بالله مه النقاء لا أمانة كدب الله دعاء انت كلا لا صعده مركب سي أما بعد ألا أيها الناس دضو فإنما أنا بشر أو بنادم باناي يوشك أن يأتي رسول ربي يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وحسو دو هذي أما دو إنو إلهي أذيقه إيماده وأن أجيبه معنى هنا لنتو ملك ملكي إنو إيماده ملك الموتك وليري محمد وقتها وضع ماذا كدين هالكي إلهي يقول تلقران آذو باسود دواتي وأنا تارك فيكم ثقلين لبع بلسن وإنك كتغي أولهما لبع إنك كتغي ميت كمي يحوي كتاب الله كتابك إلهي
كتاب إلهي حجست فيه الهدى هنون با كجرة وكردن والنور نور با كجرة وكردن فخذوا بكتاب الله كتاب إلهي قات واستمسكوا به كن الدقا فحث النبي صلى الله عليه وسلم كجوا بابيون كبرا رجيه على كتاب الله كتاب إلهي ورغب فيه ونا نجع ليسي ومعنى إلهي كبق وكم كن دقا انت النبي قال له ثم قال مركز سعيد وأهل بيتي آل بيت كي أنا أذكركم الله في آل بيتي هضبة إلهي سبحانه وتعالى أضاع أو أضاع آل بيتي إلى دون جسان تانا وأنني حصوصنا أذكركم الله أي آمركم بطاعة الله مركي شرح لسرح يا وحان إن فرح إن انفر يا إن إلهي كو أضاع ذان إن آل بيتي ونجسان أذكركم الله في أهل بيتي إلهي سبحانه وتعالى أما وحين ينفريا إن إلهي أهو قانسنتان وأدوه قانسنتان إن أدوان جسان أهل بيتك. فقال له حسين حسين من مركب الحكين ومن أهل بيته يا زيد إلا زيد من أرقم باشاكيني زيد عدا النبي وكدر دارمي والله والهل وناجيو وأهل بيته سا واكوي أليس نساؤه من أهل بيته هوين كي سميان أهل بيته سا كجرين قال بحر نساؤه من أهل بيته نساؤه من أهل بيتي ها هوين كيسو وأهل بيتي سوي ولكن أهل بيته لقول لا بيس أهل بيتي سمن حرم الصدقة بعده وضدك صدق ذا لقى حاران تنمي إساك الضنبايا وضدك صدق ذا أنقاذا كرين أيهين مركب قال بحر ومنهم ومنهم أدواه كوا كوا صدق ذا أنقاذا كالنبي أهل بيتي سا قال بحرهم آل علي وعلي يوحي كصفر عم وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس انتاوي قال حلو كل هؤلاء حرم الصدقة وانت صلن صدقا من لقه هجو مقاضان ينمية قال نعم ها رواه مسلم وفي رواية محاكسة أروري إنو لألا وإني تارك فيكم ثقلين وحن إنك قد تقيا ثقلين لبع العرسو أحدهما كتاب الله ويهي كتاب إلهي من كمير ويهي وحب الله وأن إلهي حرق جيسا ومن اتبعه ده قفكي راعنا كان على الهدى هنون بكتاغين ومن ترك وكان على ضلالة قفكي كتاغانا بادي ومكا كجيرا خاصة إذنك كتاغيا بيه الضباء زيد من أرقم ونينكي دارتي سلي سكوتك جيري مركي الدعوة ده أشون كؤدين كأهيد ولا قرين جيري مرحلة سرية وأنيك قولي سل هذه جري من فضل جا وين الهان وأهارنتي ربت كلي مسلمين إلى هاي والجو عبادة السيادة وما ليس اللي جرو وأن عبادة لا ليس بنبيح كرين قولي سل سكوت جري زيد من أرقم قال الله أنت إسراع بروح يدورنيه نجا صاد هيدا علوس الركع دها وجانس كا وجد هلي وعد كلا عني هلين رسول كلا جوكت ولا فريسان جرت ولا جهادي نورا إذن أبو عدور دارتو يروح بضل محسوس لكن إنتان حسوسان هذه الشيئية ومركة صوب كسو أوري كتاب الله دردارين النبي صلى الله عليه وسلم إيو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مركة أهل بيت يقو له ما هوينك رسولك صوب ما ها قيحيد بي مركة أبهد مركة صوب الشيئة إنتان بو الشيئة إنتك صفر عنته وعلى لو قرت أين صدق ذا قادا مركة وخلط قفك إنو يراد أنو أهل بيت نحي صدقنا أررني هدا صدق هذا الله يسي أهل البيت نوانا هاي مرقى أهل البيت هاي طيب مقاعدة كرتدوين مرقى حديث أقدم بي بابك وأفر بقولي صدح بقولي أفرتني تدبا وعن ابن عمر رضي الله عنهما إساقع بها لك رضي عن قضيه عن بكر السديق رضي الله عنه وحلق ولي موقوفا عليه إذا رسولك الله تير إساقع كؤد أنه قال إني أرقب محمدا في أهل بيتي أي احترم محمدا أكرم محمدا راع محمدا نبي محمد احتراما نبي محمد ماموس وإكراما وإلالي إنكو كو إلالي في احترام أهل بيتي في احترام أهل بيتي أهل بيتي إنكو احترامي مرك أهل بيتي مرك عنك احترامي نبي عن احترامي مرك عن ماموسين نبي عن ماموسين مرك عن مرحة صارا نبي عن مرحة صارا رواه البخاري مرك أهل البيت كهذا من نولي مسمنه إنه نولي فرع ليه لسكوما هاي لبعض الرماد بامه قف قال أهل البيت أنه يحق روح بنوي إنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كله واضح روح بنوي
أنا أكون مشغول إن ما إيه دون عدين ما أدوك يلا أمال نبي كفضل بدون قفك هذا لا واي هدوك يلا واتهيد وحلا بيح شرف مكاجب بعنان إلا مركه هرم مسلم بوهاي كما موس إسنا إيمان كيسو حموديني إنه لحال كاسان كسو جيدا لكن بالقواعد يا هيد بال أهل بيت الرسول كان صدق الله يسي هدين مركي اسمه قواته والله بشوي مركي سيكرا جيدون مركي النبي صلى الله عليه وسلم يحير القبو أما بالإلالية نبي محمد احترام أمام موسى إذنك أهل بيتي سئلالين والله أعلم بالله توفيق.